السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز حضرتك تتخيل معايا كده السيناريو اللي شغال عليه المرتزقة أذناب الإعلام الإخوانجي الفترة دي كده. بيقولوا إيه؟ أولاً بيقولوا الإمارات بتدعم جنوب السودان اللي انضمت لاتفاقية عنتيبي، علشان في النهاية الإمارات هدفها من ده كله الإضرار بمصر والتأثير على حصتها في مياه النيل، وبالتالي إخضاع مصر. ثانياً بيقولوا إن الإمارات بتدعم فصيل ضد فصيل في السودان لزيادة الفوضى هناك، وبالتالي تبسط سيطرتها وتسرق خيراتها، وده مباشرة هيؤدي لإضعاف النفوذ المصري في السودان. يعني باختصار كده الواضح يا أخوانا إن الخطة الجديدة أو السكريبت الجديد اللي متوزع على شوية العيال الصيع المرتزقة اللي بيتكلموا بلسان الإعلام الإخوانجي، المطلوب منه عمل فتنة بين مصر والإمارات. قوم يحصل إيه بقى؟ مباشرة كرسي في الكلوب أو صفعة ساحقة ماحقة يعلن عنها سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالزيارة لمصر غير مسبق الإعلان عنها. يعني فجأة كده لقينا الخبر بيقول وصول الشيخ محمد بن زايد لمطار العلمين الجديدة. فالواضح إن فيه سبب خطير لزيارة الشيخ محمد بن زايد المرة دي لمصر. فإيه يا ترى هو السبب ده؟ ده هيكون موضوع حلقتنا مع حضراتكم، فيلا نبدأ الحلقة بسم الله. تساؤلات كتيرة عن سبب زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات لمصر في الوقت الحساس ده اللي بتمر به المنطقة. البعض ربط الزيارة دي بالأحداث السياسية الملتهبة اللي شغالة في الشرق الأوسط واحتمالية توسيع الحرب بعد المناوشات اللي شغالة بقالها كم يوم على جبهة لبنان، والبعض الآخر شايف إنها زيارة تقليدية في إطار العلاقات الطبيعية الأخوية اللي بين مصر والإمارات، خاصة في ظل تنامي العلاقات على المستوى الاقتصادي بين البلدين بشكل غير مسبوق في تاريخ الدولتين، خاصة كمان ان فيه مشروعات استثمارية ضخمة تعتبر هي الاضخم في العالم حاليا بين البلدين. وناس تانية بقى طبعا شغالين على اللطميات اللي حضراتكم عارفينها ومش محتاجين اننا نفصل فيها. الناس دي طبعا بعد كل كذبة بيكذبوها بيظهر للناس كذبهم ده واهدافهم المنيلة بستين نيلة، خاصة بعد كل زيارة من النوع ده. ومع ذلك في حاجة مهمة اضافة للكلام ده كله، تعال نشوف مع بعض هي ايه. معروف ان العلاقات بين مصر والامارات علاقات تاريخية من بداية تأسيس دولة الامارات، اللي كانت مصر اول الدول اللي اعترفت بها، بل وشاركت كمان مصر في بناء الامارات من اول يوم. ولذلك ظل حكام الامارات وشعب الامارات ايضا الى اليوم شايلين لمصر الجميل ده، وده كان واضح جدا يا اخوانا من خلال المودة والتآلف بين الدولتين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي في كل المراحل اللي مرت بها الإمارات وعلاقتها الودودة مع مصر من أيام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عليه رحمة الله مؤسس دولة الإمارات، وعلاقته بكل من الرئيس محمد أنور السادات ومن بعده الرئيس محمد حسني مبارك رحمهما الله. ثم مساندة الإمارات لمصر في أحلك الظروف اللي مرت بها بعد نكبة 25 يناير، حتى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في انتخابات تمت باختيار الشعب المصري طبعا بعد كوارث كبيرة في الفترة الانتقالية اللي مرت بها مصر، واللي كادت تصل وقتها للانهيار وتفكك المؤسسات وظهور الجماعات الإرهابية العنيفة، اللي قدرت بعد 25 يناير وصعود الإخوان للحكم انها تكون واحدة من اكبر بؤر الجماعات المسلحة في العالم في ارض سيناء، واللي بفضل الله ايضا مصر قدرت انها تسيطر على الوضع ده وتطهر اراضيها تماما من كل الجماعات الارهابية، وكمان تنظف كل سيناء من اثرها، بل وتبدأ في اكبر عملية تنمية في تاريخ شبه جزيرة سيناء، بل في تاريخ مصر الحديث. انا عايز اقول لحضرتك ان دولة الامارات ومعاها المملكة العربية السعودية كانوا أكبر دولتين وقفوا بجوار مصر في أصعب ظرف تاريخي مر بها في العصر الحديث بعد سقوط جماعة الإخوان في ثورة 30 يونيو، واللي ما كانش حد عارف الأمور ممكن تروح لفين بعد تصعيد عمليات العنف الشديدة واستدعاء كل الجماعات الإرهابية في المنطقة بمساندة الإخوان للقضاء على مصر. لكن بفضل الله ثم بفضل وقوف الأشقاء بجوار مصر ربنا حماها وقدرت تتخلص من الكارثة دي.
الدول الثلاثة دول يا اخواننا شعروا بخطر جماعة الاخوان، وكمان بمخاطر تنامي الجماعات المسلحة اللي قدرت انها تسقط دول في المنطقة زي ليبيا وسوريا والعراق، وكمان قدرت انها تسيطر على اليمن. وكانت الغنيمة الكبرى ليهم بالطبع هي مصر، اللي لو لا قدر الله سقطت مصر يبقى نقدر نقول كده يلا السلام على كل الدول العربية. فتدخلت المملكة العربية السعودية والإمارات للتعاون مع مصر لمساندتها علشان تقف على رجليها مرة أخرى، وكمان تقف وجه الجماعات الإرهابية دي وتحمي المنطقة من شرورهم. عايز أقول لك كمان على رقم غريب شوية. المعروف إن زيارات رؤساء الدول لبعض بتعكس مدى العلاقات اللي بين الدول دي، فكمان هذه الزيارات بتعكس مدى العلاقات بين الدول دي وصلت لفين، خاصة لما تكون دولتين كبار بحجم مصر والإمارات. فتخيل معايا كده إن من عام 2015 إلى الآن الشيخ محمد بن زايد زار مصر 20 مرة، يبقى ده دليل على إيه؟ بكل تأكيد ده أكبر دليل على مدى العلاقات الأخوية بين البلدين. فما فيش دولتين في العالم بيحصل فيهم كل الزيارات دي بين قيادتها أو رأس الدولة نفسه بالصورة دي. يعني حضرتك كده عارف انك بتتكلم عن زيارتين على الاقل في السنة، وبالتالي ده بيعكس كم المصالح المشتركة بينهم وكأنهم دولة واحدة. وده لوحده ابلغ رد على الفندية قراطيس ومعاتيه الجماعة اياها ومرتزقتهم اللي كل شوية يطلعوا لنا بأي فيلم هابط يقولوا فيه ان العلاقات مضطربة بين مصر والامارات. واعتقد كمان ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة المناخ اللي عقدت في دولة الإمارات من حوالي سنتين كانت أبلغ رد على مروجي الشائعات اللي بتحاول تعكر العلاقات بين البلدين. امبارح مطار العلمين الجديدة استقبل سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة تستغرق عدة أيام بحسب البيان الرسمي. وخلي بالك أنا بقول بحسب البيان الرسمي، لأن ده هو اللي مفروض ناخد منه أخبارنا، مش ناخد بقى الأخبار من شوية العيال اللي الحقد والحسد أكل قلوبهم وبيطلعوا مخصوص على السوشيال ميديا علشان يثيروا الفتن بين البلدين الكبيرين. فبحسب البيان الرسمي فالزيارة المرة دي تقدر تقول إنها نوع من الاستجمام بيقضي فيها الشيخ محمد بن زايد أجازته. ده الكلام المعلن، لكن المعروف إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد طبعا مش هيكون كل همه إنه جاي علشان يتفسح وبس. وخلي بالك ان اختياره للمكان ده اللي هيقضي فيه اجازته ليه دلالة مهمة جدا بين الدولتين من الناحية الاقتصادية والامنية بل والاجتماعية كمان. بالطبع كلنا متابعين المشروعات الاستثمارية الضخمة اللي دخلت بها الامارات في السوق المصرية، واللي على رأسها طبعا اكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر اللي هي صفقة مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط. وبالتالي فاختيار الشيخ محمد بن زايد للعلمين تحديدا ده يعتبر تأكيد على اهتمامه بالساحل الشمالي المصري ومتابعته بنفسه لصفقة رأس الحكمة، واهتمامه كمان بالمعجزات اللي عملتها مصر في الصمود في ظل التحديات الضخمة اللي بتواجهها من الداخل والخارج. فمنطقة العلمين اللي حصلت فيها المعجزة دي مفيش حد واخد باله منها. يعني احنا من كام سنة تقريبا كان يمكن اسم العلمين ده ما بيفكرناش غير بحاجتين. اول حاجة بنستعيذ بالله منها ومن المنطقة، وهي حقول الالغام اللي لو كان حد قال لك تعالى خد لك 1000 متر هناك المتر باتنين جنيه كان ممكن تشتمه وتقول له انت عايزنا ننتحر، لان طبعا فيها اكبر حقل الغام في العالم. وقدرت مصر بفضل الله تطهر الارض دي وتبني المعجزة اللي حضرتك شايفها دلوقتي. الحاجة التانية اللي هي رمز الاحتلال مقبرة العلمين اللي مدفون فيها جنود أجانب عن مصر شاركوا في الحرب العالمية اللي ما كانش لينا أصلا دعوة بها من الأساس. المهم إن شاء الله زيارة طيبة لضيف عزيز على قلب كل مصري بل على قلب كل عربي محترم. فأهلا ومرحبا بالشقيق الحبيب سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الشقيقة الحبيبة دولة الإمارات بين أشقائه وإخوانه وأحبائه في مصر الحبيبة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا من كل شر، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.